مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت وزارة الداخلية في البحرين تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد. وأفاد بيان وزارة الداخلية البحرينية بأن الخلية يتزعمها المدعو حسين علي أحمد داوود، أحد قياديي تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي ومتورط في تشكيل كثير من الخلايا الإرهابية والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية. قتل 24 مسلحا من تنظيم داعش، من بينهم قادة في جبهة اللعفر شمال العراق، وذلك بسلسلة غارات جوية للتحالف الدولي وفق مصدر أمني عراقي. وقال الرائد بالقوة الجوية العراقية غياث كامل الجربة إن طائرات F-16 تابعة للتحالف الدولي قصفت 3 مواقع للتنظيم فجر الخميس مستخدمة 16 صاروخا. من جهته قال المقدم بالجيش العراقي يونس عدي الساعد إن اللواء 72 من الفرقة 15 بالجيش العراقي يواصل تقدمه على مشارف مركز ناحية المحلبية في المحور الشرقي لتلعفر. قتل 5 من مسلحي ميليشيا الحوثي فجر الخميس أثناء تصدي القوات الحكومية لهجوم شنه أفراد الجماعة بمحافظة شبوة شرق اليمن. وقال القيادي بالمقاومة الشعبية المساندة للقوات الحكومية أحمد المصعبي إن الجيش والمقاومة صدى هجوما للحوثيين بمنطقة الصفراء شرق مدينة بيحان، وأشار إلى أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت لحوالي 5 ساعات تم خلالها صد الحوثيين. طالبت الحكومة اليمنية جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لبحث سبل مواجهة الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن ومواجهة الكوليرا. وبحسب المنظمة يتم يوميا تسجيل أكثر من 5000 إصابة جديدة بالفيروس الذي ينتقل عبر المياه في اليمن التي انهار نظامها الصحي بعد أكثر من 2 عامين من الحرب. نصبت الولايات المتحدة الأمريكية أنظمة رادارات في جزر بالاو في ميكرونيزيا، الأمر الذي يعزز قدراتها على مراقبة غرب المحيط الهادئ الذي تهدده كوريا الشمالية. وستؤمن أنظمة الرادار لبالاو قدرات معززة لفرض احترام حقوقها البحرية، وستوفر للولايات المتحدة قدرات أكبر على المراقبة في المجال الجوي من أجل ضمان سلامة النقل الجوي. أعلن نادي مانشستر يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تجديد عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعام واحد. سجل إبراهيموفيتش 28 هدفا في 46 مباراة لعبها بقميص مانشستر يونايتد قبل أن تجبره إصابة قوية في الركبة على إنهاء موسمه مبكرا. شكرا.